مرحبا بكم مجديد في هذا الجزء الأخير. سعيدة باستقبال زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي. أهلا وسهلا بكم. مواقفكم مهمة، بياناتكم مهمة أيضا في علاقة بمتابعة الشأن الفلسطيني. مش نربطها زيادة حتى اليوم النقاشات اللي دارت في مجلس نواب الشعب، أكثر من 5 ساعات من النقاشات الاجتماع الاستثنائي لندوة الرؤساء الكتل واللجان حول مشروع قانون تجريم التطبيع. لخصها لنا زميلنا اسكندر العلواني في المراسلة هذه، ويهمني برشا أني نسمع رأيك في كل ما يحدث. زهير حمدي، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بكل مشاهدي قناة 9. نحن الآن في مجلس نواب الشعب، منذ قليل انتهت أشغال الندوة الاستثنائية لرؤساء الكتل ورؤساء اللجان وأعضاء مكتب المجلس والأعضاء الغير منتمين للكتل، وطالت الحديث حول استئناف مجلس نواب الشعب أشغاله، خاصة مناقشة ميزانية قانون المالية سنة 2024. وهناك عدد من الأعضاء من يروا أنه لابد من العودة إلى مناقشة قانون تجريم التطبيع، وبين من يريد العودة إلى مناقشة هذا القانون وما بين من يريد تأجيل هذه المناقشة. ينضم إلينا السيد عضو مجلس النواب ياسين ميمي، وهو رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية. أهلا وسهلا بك السيد النائب. أهلا وسهلا بيك ومرحبا بكل السادة المستمعين. نحبك تعطيني تفاصيل الاجتماع والمناقشات اللي طالت أكثر من 5 ساعات تقريبا. شكرا. هو الحقيقة هو ندوة الرؤساء، هو اجتماع اليوم اللي كان هو اجتماع لندوة الرؤساء. ندوة الرؤساء هي هيكل ضمن هيكل المجلس، يعني وهو هيكل استشاري، يعني يتم استئناس برأيه في الجلسات، يعني بتاع ربما بتاع مكتب المجلس. ندوة الرؤساء تضم يعني رؤساء الكتل، تضم رؤساء اللجان، تضم أعضاء مكتب المجلس وممثلي غير المنتمين، وطبعا بحضور الرئيس ونائبيه، ويتم التداول في يعني النقاط المعروضة في جدول الأعمال اليوم. يعني الأهمية معناتها متاع ندوة الرؤساء اللي هي كانت قبل يعني ربما لزوز نقاط. أولا فيما يخص معناتها اللي ساد الجو طبعا خلال الجلسة العامة الفارطة اللي كانت لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وما رافقها، يعني ربما من الجدل وردود أفعال متباينة صلب المجلس، وأيضا قصد تهيئة مناخ يعني عام ملائم ويناسب، يعني أنه ندخل في جلسات ماراثونية خلال المناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024، خاصة وأنه يعني السيد رئيس الحكومة سيكون وكافة أعضاء الحكومة سيكونون يوم الجمعة أو هذا الجمعة حاضرين في مجلس النواب، يعني لإلقاء بيان الحكومة ونقاش عام ربما سيتواصل مع السيد رئيس الحكومة حسب جدول الأعمال طيلة يوم الجمعة وصباح يوم السبت، وثم بعد ذلك ستستمر تكون جلسات يعني عامة لكل يوم حسب الرزنامة مفصلة عنا، كل يوم جلسة صباحية وجلسة مسائية للمصادقة على ميزانية معناتها الوزارات. فانه اليوم ندوه الرؤساء كانت في الاطار هذا، لكن الحيز الزمني طبعا الحيز الزمني اليوم في النقاش كان بخصوص الجدل الذي رافق حول جلسه تجريم التطبيع، خاصه وانه المبدا العام يعني المبدا العام يفرض يقول لك انه ما نجموش نستأنفوا او نبداو جلسات عامه جديده بمحاور جديده ونحن يعني لم نستأنف جلسه قانون تجريم التطبيع. طبعا اليوم ساعة فما اتفاق انه هذا مشروع القانون المعروض على المجلس اللي هو كان بمبادرة من النواب لازم يخضع اولا معناتها لازم فما برشا العديد من التعديلات اللي لازم تصير فيه. طبعا احنا مشروع قانون هذا اللي تم عرضه علينا لتجريم التطبيع هو يهم كل مكونات الدولة، ورأي كل مكونات الدولة مهم، لانه احنا كبرلمان وكوظيفة أو سلطة تشريعية ورقابية نعمل ضمن وحدة الدولة، ولكن يمكن صار تعجيل في عرضه على الجلسة العامة ولم نستمع إلى رأي الوظيفة التنفيذية، فهذا خلق نوعا من الإرباك، أو ربما البعض الآخر يرى أيضا عدم حضور ممثلي الوظيفة التنفيذية في جلسات الاستماع رغم توجيه الدعوة لهم يعتبر أيضا هذا موقف، يعني
يعني عدم حضورهم. فاليوم معناتها النقاش كان حول من يرى انه ضروره ارجاعه للجنه لتعميق النظر، حول من يرى انه تاجيل الموضوع والجلسه العامه الى ما بعد النظر في قانون الماليه. طبعا لكن الاتفاق الكل انه هذا فما اليه للحسم في هذا الموضوع، والاليه لا تكون الا باستئناف يعني جلسه عامه اللي هي تبت اما في ترحيله الى معناتها موعد اخر معناتها محدد، واما الى معناتها ارجعوا الى اللجنه او طب. ولكن هناك اجماع معناتها توجه عام نحو ضروره انه عنوانه والبعض من الفصول اللي لازم تتراجع، خاصه وانه اليوم معناتها مصطلح تجريم التطبيع اصلا معناتها احنا اليوم الموقف الرسمي التونسي كان معناتها الارض كل الارض، يعني اصلا ما قبل مؤتمر اللي صار قبل 67 الخرطوم وقبل اللاءات الثلاث اللي الارض كل الارض. فاليوم اصلا مصطلح تجريم التطبيع يقول لك ما احنا دولة غير مطبعة وغير موجود يعني أصلا التطبيع هذا الكل. لكن النقاش هذا الكل ستبت فيه طبعا جلسة عامة. طبعا تقول لي وقتاش نجم تقول لي الجلسة العامة هذيك بالضبط؟ يعني الناس اللي تفرج فينا يحب وقتاش الجلسة العامة؟ هل الجلسة العامة باش يتناقشوا فيها قانون المالية وإلا باش نرجعوا لمناقشة هذا القانون؟ شوف الجلسة العامة اليوم إذا نحبوا نحكيوا الواقع والمنطق، الجلسة العامة ستحددها مكتب المجلس غدا، سيجتمع يوم الأربعاء مكتب المجلس للنظر في هذه المسألة. غدوة الأربعاء يوم الجمعة شيكون ننطلق في الميزانية، بقى كان يوم الخميس، لكن تقديري الشخصي يوم الخميس كان فما رزنامة حسب ما بعثونا الإرساليات، رزنامة متاع عمل كبير داخل المجلس، فما أيام دراسية حول قانون المالية، فما العديد من اجتماعات اللجان أيضا الأخرى اللي موجودة، فيمكن زاد استحالة باش يكون نهار الخميس حسب الرزنامة الموجودة. فأظن أنه ترحيله باش يكون لما بعد الميزانية، لكن لصورة المجلس ولشخصية المجلس ولأهمية هذا الموضوع أيضا وللانتظارات اللي موجودة من رأي العام لابد من الحسم فيه. الطريقة أعطينا رأينا وعبرنا عليها اليوم خلال ندوة الرؤساء وسيبت فيها إن شاء الله مكتب المجلس غدا. شكرا السيد ياسين ميمي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات على كل هذه الإيضاحات. وإذا جاء غدوة باش توضح الأمور وممكن نهار الجمعة تكون جلسة العامة لمناقشة قانون المالية بحضور رئيس الحكومة وكامل فريقه. شكرا لك زميلنا اسكندر العلويني. زهير حمدي أمين عام التيار الشعبي، توضحت الأمور؟ وضحها سيد نائب، توضحت في خلال خمس ساعات نقاش؟ لا أنا واضحة من الأول عندي، يعني شوف هو ريت كيفاش النقاش من كان في قضية نبيلة قضية جوهرية تهم الأمن القومي للبلاد تتحول إلى سجال ونقاش إجرائي تقني. توا عندنا تقريب شهر في النقاش التقني الإجرائي، كيفاش تسأل في الجلسة، كيفاش معناها نعاودوا نرجعوه، كيفاش نبعثوه، كيفاش تدخل السلطة التنفيذية، كيفاش كذا. هذا من الأول هو كان ثم معناها مسار كامل ما كانش في طريقه الصحيح، لأن أولا السلطة التنفيذية ما تفاعلتش مع المبادرة، ثم أنه يعني النص في حد ذاته صحيح اللي سمعته توا معناها أنه فيه نقائص وفيه معناها بعض الثغرات، ثم أنه نص يعني من الأهمية بمكان أنه ما نجمش يكون مسقط من حق كل كتل. احنا معناها من النواب اللي صحوا في يعني في المقترح نتاع مشروع القانون، ولكن يعني من المفروض انه الموضوع هذا يكون فيه وزاره الداخليه، فيه وزاره الدفاع، فيه وزاره العدل، فيه وزاره معناها الخارجيه، هذه وزارات يعني عندها تقدير، ورئيس الدوله حتى هو عنده رايه وعنده معناها رؤيته نظرا لانه هو معناها المسؤول على الامن القومي نتاع البلاد، والمساله متشعبه ومعقده لدرجه انه تمس كل معناها المسائل وكل القضايا. القانون ليش يتعمل هو؟ قانون من هذا الشكل، قانون تجريم التطبيع او ثم عناوين اخرى راهو يعني رئيس الجمهوريه عنده مقاربه انه ينجم يكون يعني المضمون هو بيده والهدف هو بيده، ولكن يعني عبارة التطبيع ربما لا تفي بالغرض أنه عملية عدم الاعتراف وعدم التعامل مع الكيان الصهيوني وكذلك يعني تنزيل هذه الأعمال بمنزلة الخيانة العظمى تنجم تؤدي معناها الوظيفة هذه. شوف
كان نرشو البعض دول يعني في المشرق العربي. نعطيك بعض الأمثلة على سبيل المثال: منذ سنة 1955 قانون العقوبات اللبناني يعاقب على كل من يتعامل معناها مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال. قانون العقوبات السوري، قانون صدر في 1963 أعتقد في عهد أمين الحافظ، يعاقب قانون العقوبات السوري في فصل من الفصول متاعه. قانون العقوبات العراقي بعد وصول صدام حسين وحسن البكر إلى السلطة سنة 1968 صدر قانون سنة 1969 في المادة 201 منه يقول أنه يعني التعامل مع الكيان الصهيوني ويعني التخابر معه وغيره وغيره هذا موجب للعقاب بالإعدام، يعني هذا الحكم. هذا الفصل تم معناها تجميده في سلطة الاحتلال سنة 2003، ثم أعيد العمل به، تخفض العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد في سنة تقريب 2007 أو 2008. به يعني احنا مناش مخترعوا في العجلة. دول أخرى مثل الكويت، يعني دول أخرى معناها أصدرت معناها أعتقد الجزائر هذه النصوص ربما حتى الكويت لا الكويت ثم نص وثم مش قانون ثم يعني مرسوم أميري يجرم بنا التطبيع. وكذلك منذ سنة 1967 الكويت فيها إعلان رسمي من الدولة الكويتية أنها في حالة حرب مع الكيان الصهيوني. إذن احنا اليوم الدولة هي اللي تحتاج، مش احنا نحتاجه، لأن هذا حاجة الدولة وحاجة السلطة في البلاد إلى أن تحسن أمنها القومي وتحسن يعني وضع منها الأمني في البلاد ودافع على سيادة البلاد أكثر من أنه دفاع على القضية الفلسطينية. وبالتالي لم يعد هذا القانون وهذا المشروع حاجة اجتماعية فقط، بل هو يعني حاجة الدولة لكي تردع كل من يمكن أن يخرج على هذا المبدأ. أنا أعطيك مثال: اليوم شخص يوجد في حالة يعني تعامل مع الكيان الصهيوني أو يقوم بزيارة الكيان، هم يمشوا وجوه الكيان الصهيوني، هم يعملوا معه في كتبه في الحفلات ويعملوا معه في 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 سهرات وفي نشاطات أكاديمية وبحثية وعلمية. ثم قاضي نجم يوقف منهم واحد ولا يعاقب منهم واحد لأنه ما عندوش نص، والقانون الجزائي ما فيش معناها اجتهاد، عندك نص يطبق على الحالة هذيك ولا ما عندكش. وبالتالي ثم مشكل حقيقي، معناها ثم مشكل أنه ثم اختراق حقيقي. تو كان يحكي لكم معناها على أنه معناها الشركة هذه الفرنسوية فيها معناها مولاها إسرائيلي، شنو نعمله؟ يعني أعتقد أنه الموضوع ما هوش سهل وما هوش هين، لابد من إيجاد صيغة ما اللي هي إما بالمقاربة متاع رئيس الجمهورية، ما هيش معناها مرفوضة في المطلق، هو يعتبر أنه تنقيح الفصل 60 من المجلة الجزائية بإضافة فقرة، إذا فهمت هكا أنا فهمت هكا. ثم اللي ما فهمش بالطريقة هذه، ثم اللي يعتبر أنه رئيس الجمهورية يقول أنه الفصل 60 يكفي، أنا نقول ما يكفيش فصل 60، لابد من إضافة فقرة إلى الفصل 60، لأن الفصل 60 يحكي عن الخيانة العظمى. فيه تضاف له فقرة أنها التعامل والتعاطي والاعتراف بالكيان الصهيوني يتنزل منزلة الخيانة العظمى، يأخذ نفس الحكم منها اللي في موجود في النص هذا. وبالتالي فأنه الموضوع يزم يخرج منها من الجانب الإجرائي والسجل متاعه. نحتاج إلى نص قانوني، إما يكون نص عام مثل ما هو مقترح اليوم، أو أن يكون تنقيح بإضافة فقرة في المجلة الجزائية، نفس الشيء بالنسبة لنا نحن يفي بالغرض. أمامي بيان صادر عن التيار الشعبي في 11 نوفمبر عنوانه القمة العربية الإسلامية قمة الخذلان. زهير حمدي، نعم، تقول جاء بيان القمة خذلانا صريحا للشعب والمقاومة في الأرض المحتلة، عاكسا في الوقت ذاته مستوى العجز والتواطؤ الذي وصل إليه النظام الرسمي العربي بشكل خاص. كنت تنتظر غير هذه المخرجات من لا القمة؟ ابدا، لكن هذا موقف للتاريخ وموقف من اهل الراي العام من اهل المحلي والعربي انه هذه القمه يعني خذلت فعلا معناها الشعب الفلسطيني وخذلت الشعب يعني المقاومه معناها في فلسطين وفي غزه. احنا انا شخصيا ونحن كحزب لم نكن ننتظر ان النظام الرسمي العربي نعتبروه مات وانتهى بالحد الادنى نتاعو اللي كان سنه 1990. كل القمم العربية اللي صارت منذ سنة 1990 كانت تسلم الدول العربية للاستعمار، القمم العربية تنعقد من أجل أن تسلم ليبيا، من أجل أن تسلم العراق، من أجل أن تسلم سوريا، كان هذا هو النظام الرسمي العربي، كان في حد أدنى قبل سنة 90، لأن كانت ثم ناس واقفة وثم حد أدنى من التوازن داخل النظام الرسمي. لكن سوريا وإيران كانوا حاضرين في القمة هذه العربية. خلينا نكمل لك.
كان نوع معناها من التوازن، وكان نوع من الحد الأدنى أنه النظام العربي لم يصل إلى هذا المستوى من المهانة والإذلال معناها لأنفسهم قبل ما يكون معناها إذلال للشعوب العربية، لأنهم هم أذلوا أنفسهم بأن سلموا قرارهم إلى معناها الراعي الأكبر بالنسبة لهم اللي هي معناها الأمريكان ومعناها الإسرائيليين. وبالتالي فإن هذه القمة لم تجب على الحد الأدنى. صحيح يعني دعت إلى وقف إطلاق النار ودعت إلى احترام معناها حق الناس ولكنها لم تجد توجد آلية واحدة تنص عليها أو تتخذها أو تعمل عملية متابعة لفتح معبر رفح مثلا بحضور سوريا وإيران سي زهير، وغيابنا احنا كدولة تونسية وحضور لا نحكي على مستوى القمة مستوى الرئيس. في المقابل الرئيس السوري والرئيس الإيراني كانوا حاضرين. أنا أعتقد أنه موقف سليم موقف تونس بعدم الحضور. اولا ان الموقف التونسي موقف مشرف جدا يعني منذ بدايه معناها الاحداث، والموقف من القضيه الفلسطينيه الرسمي التونسي ممتاز ومتقدم جدا على النظام الرسمي العربي كل الموقف الرسمي التونسي يعني يعتبر ان قضيه المعركه معركه تحرر وطني فلسطيني، ويعتبر ان تحرير فلسطين من نهرها الى بحرها، ولا يعترف بحل الدولتين ولا يعترف بقرارات معناها ما يسمى بالشرعيه الدوليه. وهذا علاش انه لم يحضر، وهذا علاش أنه وزير الخارجية تحفظ على بعض النقاط، أغلب النقاط التي يعني تستند على مبدأ حل الدولتين وعلى مبدأ الشرعية الدولية وعلى مبدأ معناها الاعتراف الضمني بالكيان الصهيوني، وقبل فقط يعني مبدأ معناها فتح باب المساعدات للشعب الفلسطيني وفتح معبر رفح ووقف إطلاق النار. وبالتالي فإن اليوم على سبيل المثال أنه ما يحصل في غزة الموقف العسكري لصالح المقاومة بنسبة كبيرة وكبيرة جدا. نقطة الضعف الرئيسية اليوم والذي تحتاجه المقاومة ويحتاجه الشعب الفلسطيني هو أن يفتح معبر رفح، لأن هذه الورقة الأكبر بيد الصهاينة أنهم معبر رفح مغلق، وبالتالي فإن موصلة إبادة الشعب الفلسطيني وحصاره وتجويعه وتركيعه هو تركيع للمقاومة، إبادة معناها ضرب المدنيين بالحجم المهول والفظيع والبشع اللي عملوا فيه هو تركيع للمقاومة واستسلام للمقاومة. وبالتالي اللي اليوم نعتبر أنه النظام الرسمي العربي لم يذهب في اتجاه فتح معبر رفح، احنا ندعو بما في ذلك مع النظام الرسمي السوري والنظام الرسمي الإيراني كل كعالم يعني هي رب إجماع القرارات هذه ما فيهاش قرارات معناها بالوحد. دونك المطلوب اليوم أن يتحول الضغط على مصر، الضغط الشعبي محليا وعربيا ودوليا، أن يتحول أساسا من أجل فتح معبر رفح، لأنه هو البوابة الوحيدة لإمكانه أن يخلق متنفس للمقاومة ويخلق متنفس للشعب الفلسطيني. اليوم يعني النظام المصري بغلقه لهذا المعبر هو شريك في العدوان على الشعب الفلسطيني، بالنسبة للفلسطينيين يعتبروا شريك، أن أرض مصرية وبوابة مصرية فلسطينية وليست إسرائيلية ولا علاقة الإسرائيليين بها تغلق في وجه يعني المساعدات وعملية الإغاثة للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لا يجد يعني لا الماء ولا الدواء ولا كل إمكانيات منها الإغاثة، رضع وشباب يعني شيوخ وكهول ونساء يعني تباد ولا يجدون الحد الأدنى من الأدوية ومن عمليات يعني على الأقل اللي يمكن أن تسعف وتغيث يعني الشعب الفلسطيني. اليوم كل المخابز معناها أغلقت، كل محطات الوقود أغلقت، كل المستشفيات أغلقت، لأن اليوم الحرب ما صارتش في تاريخ البشرية. اليوم ليس هناك هذا التاريخ أن يكون هناك معارك فصل المستشفيات وحول المستشفيات وتقصف المستشفيات، ما عمل حتى نظام في تاريخ البشرية إلا هذا النظام الفاشي النازي اللي اليوم مركز على المستشفيات من أجل أن يعني يوجع الفلسطينيين ويوجع الشعب الفلسطيني ويجعل الشعب الفلسطيني يسلم ويجعل المقاومة تسلم. هذه هي معناها جو المعركة. شوف لا خلاف في الطبيعة الفاشية والنازية والبشعة للاحتلال الغاشم الإسرائيلي، هذا متفقين فيه، لكن أنا تقديري أنه القمة العربية سقف البيان بتاعها عالي جدا، مش تقديري أنا، هذا كلام قاله رئيس إيران، اعتبر أنه سقف البيان سقف عالي. شو طالب هو البيان؟ طالب بوقف فوري لإطلاق النار، طالب رفع المعوقات أمام التدفقات الإنسانية والإغاثية، وطالب
فتح افق على اساس حل الدولتين على اساس قرارات الشرعيه الدوليه، لانه راهو في المنظومه الدبلوماسيه وقت تلم 53 دوله بين الدول العربيه واسلاميه، يعني تطلب منهم الالتقاء على ما يمكن الالتقاء عليه، ما يمكن الالتقاء عليه، يعني يختلف معك في تقييم حماس، يختلف معك فيما بعد وما قبل الحرب على غزه، لكن يتفق معك على الأدنى، الأدنى هو قرارات الشرعية الدولية والوقف الفوري للعدوان وللحرب على غزة ورفع المعوقات أمام التدفقات الإغاثية والإنسانية. أنا أرى أنه لازم نفهم ونستوعب كنه العمل الدبلوماسي. تونس بموافقتها تداركت الامر في علاقه بقرار الجمعيه العامه، لانه قرار الجمعيه العامه لم 121 دوله، يا اخي تحب انت ال 121 دوله يتفقوا معاك 100% على كل شيء في علاقه بالقضيه الفلسطينيه؟ لا لا، انا نقبل في العمل الدبلوماسي ناخذ الادنى الذي يضيع ليش حقوقي المشروعه. الشرعيه الدوليه تعطيك الحق الدولتين لكن تخلي لك حق الشعوب في تقرير المصير، تخلي لك حق تقرير المصير بالنسبه للبقيه. شوف ما نخدعوش انفسنا، القرار الرسمي العربي والاسلامي مختطف من دوله او دولتين هم اللي قرروا، لازم تكون لهم الصوره واضحه ومعروفين. الدولتين هذم هم اللي يحكموا في النظام الرسمي العربي، الدولتين هذم ما عينهمش في الحرب تقف، وعندهم مصلحه، وعندهم مصلحه واضحه في إخراج حماس من غزة، وعندهم مصلحة في إنهاء المقاومة وتفكيك سلاح المقاومة وتفكيك الجهاز العسكري لحماس، هذا ما يخبوش، وهم معناها حليفين موضوعيين للكيان الصهيوني والأمريكان، ما ثماش حتى نقاش، وبالتالي هاك علاش ما عملوش حتى آلية؟ هم ثم يعني بعض نقاط كما قلت، لكن حتى آلية واحدة لتنفيذ هذه القرارات ما ثماش، وهذاك علاش ما تنفذ منها حتى شيء؟ وقف إطلاق النار عندهم قدرهم باش يوقفوا إطلاق النار، خليهم يوقفوا الغاز أو النفط. ما هو هذا واحد من وسائل الضغط اللي يمكن يعملوها، خلاهم يمنعوا الطيران الاسرائيلي انه يحلق في اجواهم، اللي رفضوا رفضا قاطعا انه الطيران الاسرائيلي اللي يحلق في الاجواء نتاع الدول الخليجيه هذه ممنوع انه يحلق اليوم بقرار سيادي. خلاهم ياخذوا اي قرار من شانه ان يدعم الشعب الفلسطيني، خلي يسيروا قوافل اغاثه لغزه رغم انف العدو، خلي يضربها العدو، ولكنهم متواطئين مع الكيان الصهيوني وما حاجتهمش باش الحرب تقف، وما حاجتهمش باش المقاومه تبقى، وحاجتهم حماس باش تتباد، وحاجتهم بالشعب الفلسطيني يهجر، وحاجتهم باهل غزه ان يهجروا. هذا هو الموقف الحقيقي لهؤلاء وهذه ممارساتهم، لان هذه العمليه وهذه المعركه معركه طوفان الاقصى اسقطت خيارا كان يعد في الخفاء، اسقطت مشروع يعني السلام الابراهيمي، اسقطت صفقه القرن، اسقطت معناها المفاوضات بين انظمه خليجيه معناها والاسرائيليين والامريكان، اسقطت قناه بن غوريون، اسقطت كذلك يعني طريق الهند حيفا، هذا كله بالنسبه لهم خدموا عليه سنوات وصرفوا فيه المليارات، مش ممكن بالسهوله هذه يعني يسلموا فيه، اليوم هم مقهورين كيفاش هذه المعركه افسدت عليهم يعني ما يمكن ان يقوموا به في المرحله الجايه وما يمكن ان يخدم عليها مصالحهم. زهير حمدي امين عام التيار الشعبي، نجيو للشان الداخلي التونسي، كان منذ لحظات نبيل حاجي امين عام التيار الديمقراطي اخذنا رايه في مشروع قانون ماليه 2024 وحكينا حتى على مساله صندوق النقد الدولي، يقول غلط اللي يعتقد انه راهم يعني ما زال الدعم وما نفذناش إملاءات صندوق النقد الدولي، بالعكس طبقنا الإملاءات لكن ما خذينا حتى فرنك ان كونتربارتي، موافق وجهة النظر هذايا؟ لا أبدا، لأنه مسألة عبثية أن نطبق وما نخذوش. هم شنو حاجتهم تو صندوق النقد الدولي؟ حاجته أنك تطبق وخذ، حاجته باش تبيع المؤسسات، بعنا مؤسسة نحن لا ثم اليوم رفع الدعم رسميا، يقول لك ترفع الدعم، ثم أزمة، أما ثم انقراض المشروع، ثم أزمة نتاع مسالك، ثم أزمة نتاع السيولة، ثم أزمة نتاع إمكانيات مادية، ثم منها صحيح ثم معاناة للناس، هذه حقيقة، السوق يعني فيه مشكل كبير، ثم معناها سود تزويد معناها للسوق، ثم نقص معناها في الإمكانيات، وثم نقص معناها في الموارد اللي يمكن معناها أن تدفع من أجل معناها هذه الصفقات وهذه الشراءات. ولكن أنا نحب نسأل سؤال يا أخي، إحنا نحبوا يعني أن تكون موقفنا السيادي عالي وان ننهي يعني العلاقه مع صندوق النقد الدولي وان لا نخضع لابتزاز الغرب
وان لا معناها نفرط في مؤسساتنا، وان لا معناها نتخذ الاجراءات اللي يفرضها علينا صندوق النقد الدولي، وان نخرج من مأساة المديونيه اللي رهنت البلاد تيد 30 او 40 عام. هذا خيار عنده كلفه وعنده ثمن بشروط طبعا. اليوم ثم خيار، اما ان تندرج يعني وتذهب في هذا المسار النيوليبرالي المتوحش والمديونيه معناها المفرطه وغيره وكل شيء معناها متوفر وكل شيء موجود، واما ان يكون هناك يعني ضائقه وان يكون هناك معناها وضع. انا شخصيا موقفي طبعا كل واحد حر في رايه، انا موقفي أن مستعد أن أضحي، ولكن ثم أمل وثم ثمن وثم رؤية وثم الرؤية. مثلا رئيس الجمهورية يقول بتحقيق الاكتفاء الذاتي ونعول على أنفسنا، كيف يمكن ذلك؟ أنا نحكي لك على القرار الوطني المستقل فيما يتعلق بهذه القضايا معناها الاقتصادية، فيما يتعلق بالتعامل مع صندوق النقد الدولي. كونه ثم معناها إشكال في انعدام الرؤية أو ضبابية الرؤية، أو ثم في تسيير الدولة فيها إشكاليات، أو في مسألة معناها المنظومة السياسية فيها بعض الهينات، هذا موضوع آخر. لا، ما هو موضوع انعدام الرؤية سي زهير يفسد القرار السيادي ويضعف القرار السيادي ويخلي القرار السيادي بلا معنى، لأنه إذا ما فماش رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية وحتى حضارية عامة، يعني هذا يضعف 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 القرار السيادي. هذا موضوع آخر يا أخي، مش وحده هكا معلق في الفضاء هو القرار السيادي. أنا قلت بشروط أنه الشعب هذا مستعد يضحي إذا كان يشوف أمل في المستقبل ويشوف في ضوء في المستقبل، وإذا كان ثم معناها يعني حفاظ على كرامته وعلى سيادته واستقلال معناها قراره الوطني، ومنع معناها المؤسسات المالية العالمية من نهبه معناها مستمصرة فيه، وفي نفس الوقت هذا كله يحتاج إلى رؤية وإلى أسلوب في إدارة الدولة وإلى حياة يعني سياسية من نوع آخر، ويحتاج معناها إلى يعني وضع مناخ متكامل معناها اقتصادي واجتماعي وسياسي. يعني اعطينا ملامح هذه الرؤيه سي زهير، خلي نفهم، خلي 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 الواحد يامل. والله انا نحب نعيش على الامل. اعطينا ملامح هذه الرؤيه. انا عندي يعني كحزب اي عندك ليك اعطاها للناس من الامور. عندنا رؤيه وعملنا نحن معناها اصدرنا كتاب معناها في جويليا معناها الفارط، وعملنا ندوه صحفيه واعلنا ان قلنا ها هي معناها الامكانيات اللي تخلي تونس تمتلك القوه الماديه والمعنويه في المرحله معناها القادمه، و تخرج من دائرة الحلول معناها الترقيعية والحلول معناها التوفيقية فيما يتعلق بموقعها الجيو استراتيجي معناها في المنطقة وفي العالم، فيما يتعلق بتعاملاتها، فيما يتعلق بأولوياتها، فيما يتعلق بخياراتها الاقتصادية والاجتماعية، فيما يتعلق ببرامجها، فيما يتعلق بكل معناها هذه القضايا. بالنسبة لنا احنا انا ما نشوفوا فيها اليوم معناها رسميا في الدولة ما ثماش جواب على المسائل هذه. احنا قدمنا هذه الرؤية، نأمل ان الناس الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الكبيرة والنخب الوطنية تدلي بدولة دلوة في هذا الاتجاه، وان نذهب في اتجاه معناها فرض بعض الخيارات وبعض معناها الرؤى، لان الدول لا يمكن ان تذهب ان تسير ان يعني تقاد باسلوب كل يوم معناها يومه وكل نهار بنهاره وكل معناها مرحله معناها هاو نصلحوا معناها الوضعيه هذه ثم نعيد معناها الكره معناها مره ومرتين ونخطئ ونجرب. اعتقد انه اليوم تم تركيز المؤسسات السياسيه معناها الكبيره في الدوله شبه اللي اكتملت. اليوم نحتاج معناها الى رؤيه معناها اقتصاديه، ونحتاج الى مخطط معناها كامل، والى برنامج معناها لتجسيم وتنفيذ معناها هذه الرؤيه. مفقود الى حد الان. مفقود لانه انت قدمت لنا عناوين رؤيه، لكن الرؤيه تحتاج انه تبين لي شنو هو محتوى. مثلا اعطيني تصور للتنميه قادر انه نقطع به ندعم به موقفنا السيادي، وانا معاك أنه لازم مش ندعم موقف سيادي لتونس، وقادر أنه يعطي أمل ويفتح أفاق للتونسي، لأنه التونسي بالفعل يعيش حالة مهانة. وهذا رأى يتوجه للسلطة الحاكمة ويتوجه لرئيس الدولة. إحنا رانا يعني نقوم بدورنا ونحاول أن ننتج وأن نجتهد وأن نقدم يعني البدائل، سميناها البدائل الوطنية. صحيح. وعلى رئيس الدولة عنده الأجهزة الكافية، عنده مراكز البحوث والدراسات، عنده وزارات، عنده مؤسسات هي القادرة على إنتاج هذه الأفكار وإنتاج معناها هذه الخطط وهذه البرامج وهذه البدائل. نعم. هم الأولى، وإحنا نعزز وندعم معناها هذه الخيارات ونثري هذه الخيارات، ويكون هناك نقاش وجدل حقيقي. نعم. مجتمعي حول هذه الخيارات وحول هذه البدائل. نحب نمشي بيك سي زهير، الموضوع معناها آخر أثار جدل في الفترة الأخيرة معناها وبرشا، موضوع الصلح الجزائي
ثم نقاش كبير حوله، في معناها ثم انتقادات وانه غير ناجح وغير قادر وانه باش يلم المبالغ الكافيه اللي يتحدث عليها رئيس الجمهوريه، وثم معناها برشا انتقادات الى غير ذلك حتى على مستوى تركيبه اللجنه اللي قاعده ناقصه معناها الى حد الان وغيره. فنحب نعرف موقف التيار الشعبي من الصلح الجزائري. هو يعني احد الحلول والرؤى معناها مقاربه من رئيس الجمهوريه انه يشوف انا يتبناها من 2011 معناها هذه النظريه، ولكن احنا اليوم كل الامور بخواتيمها وبنتائجها، اذا جابت نتيجه للبلاد يعني تقيم معناها ايجابيا، واذا كان فشلت لازم نعترف ونقولوا راهي فشلت. احنا ما عندناش تقييم الى حد الان شنو اللي صار وشنو اللي حصل وشنو هي النتائج اللي حققتها وشنو هي الاموال اللي جمعتها وشنو هي معناها جمعت تقريبا 35 مليار من المليمات تقريبا الى حد الان. اي مبلغ اي مش كبير برشا، ما يحكيش الواحد على مبلغ كبير. المدافعين يقول لك انه مازال مستشفى جهوي، قالوا الى حد الان نظرنا كان في 40% من اللي قدموا المطالب تعتبر، ولكن ديما نقول انه معناها الى اي مدى ربما ساقع تمديد 6 اشهر باش نجموا نحكموا عليها وباش نجموا نقيموها بما حققتهم من نتائج. كفكره نجم تكون فكره معناها جيده، ولكن العبره معناها بالنتائج والعبره معناها بما توصلت اليه وما حققته من انجازات على الارض. شكرا لك زهير حمدي الامين العام للتيار الشعبي، شكرا على حضورك معنا. فقط قبل ما نختم، الانتخابات المحليه القادمه باش تكونوا متواجدين فيها؟ موجودين ك يعني الاحزاب يعني ما فماش صيغه، لانه انتخابات نتاع قرب ومعناها و2500 مرشح بالضروره معناها باش تحاول تغطي معناها الاكبر عدد ممكن معناها من المحليات فقط يعني. شكرا مره اخرى على حضورك معنا زهير حمدي، شكرا ماجد، شكرا هاشم نويره، يعطيكم الصحه على حسن المتابعه، نتلقاو غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت، الى اللقاء.